بسم الله الرحمن الرحيم، نحمده ونصلي على رسوله الكريم، أما بعد، يا إخواني في الله، الله سبحانه وتعالى جعل قيمة الإنسان بالصفات الطيبة، وصفات الصحابة كثيرة، لو تأتي هذه الصفات في حياتنا نستطيع أن نمشي على الدين سهلا. الأولى الإيمان بأن لا إله إلا الله محمد رسول الله، يأتي اليقين في قلوبنا أن كل مخلوق محتاج إلى الله، والله سبحانه وتعالى لا يحتاج إلى المخلوق في إعطاء النفع والضرر. محمد رسول الله، يأتي اليقين في قلوبنا أن النجاح والفلاح في الدنيا والآخرة على طريقة النبي صلى الله عليه وسلم، وفي خير طريق النبي صلى الله عليه وسلم خسارة أبدية في الدنيا والآخرة، على طريقة النبي صلى الله عليه وسلم. الثانية الصلاة، يعني نجتهد على صلاتنا على طريق النبي صلى الله عليه وسلم حتى نصلي على طريق النبي صلى الله عليه وسلم، ونستفيد من خزائن الله عز وجل جلاله، كما قال: صلوا كما رأيتموني أصلي، من صلى البردين دخل الجنة. الثالث العلم مع الذكر، نتعلم علم الفضائل، أي نتيقن على وعد الله وعلى وعيد الله، حتى يأتي فينا الشوق والرعبة لأعمال رسول الله صلى الله عليه وسلم. ونتعلم العلم الذي وجب علينا 24 ساعة حتى نعمل كل الأعمال على أمر الله وعلى طريق النبي صلى الله عليه وسلم. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: من سلك طريقا يلتمس فيه علما سهل الله له طريقا إلى الجنة، أو كما قال عليه السلام. هكذا نذكر الله تعالى حتى يأتي فينا التوجه إلى الله عز وجل. وقال تعالى: فاذكروني أذكركم. الرابع إكرام المسلمين، نكرم المسلم لأجل إيمانه ونؤدي حقوق الناس. وقال عليه السلام: ارحموا من في الأرض يرحمكم من في السماء. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: الله في عون العبد ما كان العبد في عون أخيه. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: الخامس تصحيح النية، نصحح نياتنا في كل العمل حتى يكون خالصا لله تعالى. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: إنما الأعمال بالنيات. السادس الدعوة إلى الله والخروج في سبيل الله، ونجعل مقصد حياتنا مقصد رسول الله، ونقيم الأمة على مقصد النبي عليه السلام، أي الدعوة إلى الله عز وجل. وقال تعالى: كنتم خير أمة أخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر. وقال تعالى: كل هذه السبيل أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني. وعلينا أن نفرع أوقاتنا للخروج في سبيل الله، ونخرج في سبيل الله 4 أشهر مرة في حياتنا، و40 يوما في كل سنة، و3 أيام في كل شهر، وفي الأسبوع جولتين، جولة مقامية حول مسجدنا، وجولة انتقالية في حارة أخرى، وكل يوم خلقتان: خلقة التعليم
المسجد وخلقة في البيت وساعتان والنصف لأحياء أعمال المسجد. من منكم مستعد نقدا لأربعة أشهر فسجلوا أساميكم وما علينا إلا البلاغ المبين.